طيب هلا اليوم شباب احنا هندرس موضوع هو بنسميه موديلنج تشالنجز في الانطولوجي، يعني هو ليس موضوع فني. حتتفاجئوا انه واو، يعني هل احنا في عالم الاي تي ممكن حتى نفكر لهذا المدى؟ نعم، احنا بندخل لمدى ندخل في عمق كبير جدا في الامور. فهندرس موضوع انه لما اجي اعمل انطولوجي، طبعا احنا اخذنا مقدمه عن الانطولوجي، في ناس عنده معرفه واسعه وفي ناس جديد بسمع فيها، بس اخذنا مقدمه عن الانطولوجي واخذنا كمان مقدمه عن اللي هي او هي اكثر مقدمه عن اللينغويستيك انطولوجيز. يعني شفنا مثلا العربي انطولوجي، متذكرينها مليح مزبوط؟ طب شفتوا اللي هي الليجل بيرسون انطولوجي في زنار، اللي هي في الانطولوجيا الحكومه الفلسطينيه، في عملنا ابلكيشن انطولوجي اللي هي شجره الشخصيات القانونيه، مزبوط؟ فكلاهما وبتعرفوا كمان انتم شيء ثاني بالكلاسيفيكيشن اللي هو في الاوبجكت اورينتد بروجرام، مزبوط؟ تعمل سب كلاس اوف، صح؟ هلا لما نيجي نصنف الاشياء، انجاز التعبير اليوم بدنا ناخذ اشكاليات وفرص لحلول في ما يتعلق بعمليات التصنيف، واللي هي عندما تبني انطولوجي. يعني لو اجت سمر بنت انطولوجي وبيان بنت انطولوجي، نيجي نقول او نو انا بدفع تبع سمر 100,000 دولار بس تاعت بيان بشتريهاش ب 10,000، ليه؟ لانه طبعا ممكن انت ما تعرفش الجواب ليه، بس لما بتقول هذيك احسن. طب ليش احسن؟ يلا نقدر نعرف؟ لانه ممكن تستعمل تبع سمر باكثر من ابلكيشن، يعني قصد عبير تكون ريوزابل. طب شو كيف بدي اقيسها؟ بقدرش اقيسها برضه، هذا قياس. هي من ناحيه كيف اعمل ايفالويشن للانطولوجي، بس كمان وانا ببني في الانطولوجي تبعتي بيكون عندي عده خيارات، هل اصنف حسب كذا ولا كذا؟ ما اكون مش عارف، فكيف احسب قراراتي؟ فالموديلنج تشالنجز هذا هو موضوعنا اليوم اللي بدنا نحكي عنه. حناخذ ميثودولوجي بنسميها الانطو كلين اللي عملها نيكولا جوارينو وكريس ويلد. طيب طبعا هاي المحاضرة مبنية على ارتكل كتبها نيكولا وكريس Evaluating Ontological Decisions with Ontoclean، هي مطلوبة معكم في المادة. بعملية بناء الأنتولوجي، أو يعني بدي أحكي عن الميثودولوجيز إنجاز التعبير، عملية بناء الأنتولوجي هي عملية يعني لا زالت فن أكثر منها، يعني اشي ستيبس بنقدر نعملها اوتوميشن. مش والله بعلمك 1 2 3 انت بحلم تبني انطولوجي منيحه، لا مش بروسيجر يعني. فهي لا زالت نحاول اليوم نفك شويه انه اوكي ممكن ما اعطيكيش ستيبس تتبعها، بس في اشياء لازم تاخذها بعين الاعتبار. طيب وزي ما قلنا انه one may be a good ontology engineer but he doesn't know why. يعني ممكن فاتح يقول او انا على فكره عندي ثقه تامه باني انا good ontology engineer، يعني بعرف اصنف الاشياء بطريقه مليحه احسن من غيري، ولكن هل بيقدر يوضح ليش وكيف؟ بيقدرش عاده. An ontology might be better than another but it's difficult to explain why. انا فني يعني دكتور، مش علم يعني كانه، ولا كيف يعني فني يعني فيش جايد لاين؟ هل هي فن وكانه البناء فن وكانه نسبه كبيره منه في نوع من الفن؟ موضوع يعني هو يعني الموضوع هون بيعتمد على انه كيف كل واحد بينظر للانطولوجي. كل واحد بينظر بس برضه مش كثير هالكد سبجكتيف برات الاشياء. هل اصنف الناس حسب شو؟ حسب جنسهم ذكر وانثى، ولا اصنفهم حسب مهنتهم؟ حسب. برايي هي حسب ومش حسب برضه، يعني العلم قاعد بيتقدم، هذا علم فلسفي واي تي بالمناسبه ومنطق بيتقدم لدرجه نحاول يحسم هاي الاشياء. We need a methodology to guide us. Of course. To help us what kinds of ontological decisions we should make. وزي ما قلنا حندرس فكره الانتو كلين. الانتو كلين
هي سيت اوف جايد لاينز انجاز التعبير. الانتو كلين كنا اللي سممها 100 نيكولا جوارينو، احفظ هذا الاسم منيح، من من ايطاليا بيشتغل في ترينتو، وكريس ويلتي هو بيشتغل برضه في اي بي ام، فهم بينهم صداقه وحاولوا يعملوا ميثودولوجي تساعدنا على التفكير. طبعا الميثودولوجي مش كامله، ما بتقدرش تتبعها واحدين ثلاث وتطلع في نتيجه كامله، بس اذا هلا بتشوف الابعاد اللي بنفكروا فيها بتساعدك على انك تحسن. هاتوا نشوف هاي، ناخذ سمر، شوفي لي هالتصنيف شو رايك فيه؟ فاكولتي يعني صنفناهم فاكولتي اوف لو بيرزيت يونيفرسيتي، يونيفرسيتي ادوكيشن انستتيوشن. في غلط؟ ما حدش جاوب اللي انا اللي بقوله طبعا. في غلط؟ بيان شايفه غلط؟ لا. منى شايفه غلط؟ بيرزيت يونيفرسيتي هي جزء من البيرزيت يونيفرسيتي. عبيد؟ لا مش شايف. عصام؟ معرفش المشكلة ممكن تكون في الإدوكيشنال إنستيتيوت. لينا؟ يمكن في الفاكولتي. يعني كيف؟ إنها؟ قبل في اللو في يعني في فاكولتي قبل فاكولتي فلو، يعني ممكن هالبيرزيت ممكن تحط هون فاكولتي قبل فاكولتي أوف لو. بس حسب ما هو ما في غلط. رنا طيب هلا السهم اول شيء معناته ازاء، علاقه ازاء او صفحة علاقه يعني جنس من. هلا لما تيجي تقول يونيفرسيتي هي ادوكيشنال انستتيوت مزبوط، ولكن لما تنزل تقول بيز هاي وافقت رنا عليها، لانه هي شو جنس اليونيفرسيتي؟ شو جنس الجامعة؟ هي ما يعني ما مؤسسة تعليمية. طيب بيرزيت يونيفرسيتي شو جنسها؟ يونيفرسيتي هي يونيفرسيتي ولكن هي ولكن هي يعني هاي العلاقة قصد رنا تقول هاي علاقة المصدق من أو انستنس أوف، هي مش علاقة زي ما حكت منى، هي مش علاقة سب تايب أوف. ملاحظ يا أمال؟ ملاحظين؟ طيب كمان رنا كمل. فاكولتي اوف لو هي بارت اوف يونيفرسيتي مش فاكولتي اوف لو، هي بارت اوف يونيفرسيتي بيرزيت يونيفرسيتي، هي ليست سب تايب اوف يونيفرسيتي. شفتوا كيف بنوقع في الغلط؟ ايوه. طيب مور تشالنجينج تايم انترفال وتايم ديوريشن. وليد عبير اذا حكينا انه هذا السهم از اف از اي يعني خلينا نقول سب تايب اوف. ايوه فبتطلع مش سب تايب اوف العلاقه بينهم ولا شو؟ فاتح هي كوفيلنت او سينونيم يعني؟ كويفالنت او سينونيم. منى شو يعني؟ إلها يعني هلا هاي يعني هاز هاي كلمة ضلالي برضو. لا هلا ما كلهم بيعرفوا أو آر إم. لا بدناش نحكي أو آر إم. طيب هلا معناته إنه لكل تايم انترفال في تايم ديوريشن. لكل تايم انترفال في تايم ديوريشن ولا العكس؟ لا مش العكس. طيب بنفكر فيها بعدين. طيب انترفال طيب بنفكر فيها بعدين. بدنا ناخذ بيان. بيان worker student is a type of person. مزبوط؟ صح؟ وين الغلط فيها؟ ولا فيش فيها غلط؟ worker هو person، student هو person. صح؟ بس يمكن سهم بالعلاقة. لا صح. صحيح. ذي
student is a person. ليه؟ student هي حالة من الحالات اللي ممكن يصير ال person ممكن يأخذها أو ال worker. لينا؟ ممكن هيك تتعلق في الرجيدتي تاعت ال person ال يعني. فسرينا كلمات نقدر نفهمها. يعني ال person ممكن يكون ممكن يكون مش worker يعني ممكن أكون أحكي عن ذكر أو أنثى. اما الوركر والستودنت هي متغير يعني انه مش حد ثابت يعني. هو دكتور يعني اذا الستودنت بطل الستودنت بطل بيرسون؟ طيب ندرسها بعدين. شوفوني هاي شوفوني هاي قارنوا لي بين هاي وبين هاي. فيميل وميل از سب تايب اوف بيرسون. موافقين؟ طيب لو قلت ستودنت وركر هو مش حالي عاديا دور. ملاحظين؟ طيب هلا هذا الموضوع. How to know what your modeling choices. How to know that your modeling choices are right. كيف بدك تعرف انه اللي انت خياراتك اللي قاعد تصنف عليها اصلا هي صحيحة ولا مش صحيحة؟ What makes your ontology better than my ontology. لاحظوا اللي منكم هلا بصين بحاول بصيمي اليوم بحاولوا شو يسمعوا الكلام ميكانيك يعني ويفهموا بطريقة ميكانيكية اللي بدي احكي. تفهمش كلامي اليوم محاضرة اليوم بطريقة ميكانيكية. فيش ستيبس كومبليتلي كومبليت وهيك فيكس تتبعها انت تلقى الحل. بدك تفتح مخك مليح. نيجي للسبسامشن. هلا السبسامشن also اللي بنسميها كنتوا تقولوا لها is a relation forms a hierarchy. اتفقنا؟ هلا A subsumes B. A subsumes B if ايش؟ all instances of B are instances of A. إذا كان الذكر هو جنس من أجناس الإنسان معناته كل الذكور هم بالضرورة كمان إنسان. طيب وكمان الاتريبيوتس اوف سب تايب ار انهيريتد ديرفور انهيريتنس مزبوط. طيب ذا سبسامشن ريليشن از اوفن ميسيوزد. هاي اول شيء دائما السبسامشن ريليشن كيف لما شفنا غلطنا الانستنس اوف مع الجزء من كنا طبعا الانستنس اوف ايش بنسميها باللغه العربيه علاقه المصادقة من فالمصادقة من وكذلك البارت عادة من خلطهم. People are typically confuses the subtype relation with the part of relation or instance of and so on. هلا هاتوا نفكر فيها. مصطفى is a human. Human is a mammal. Mammal is species. يلا إيرينا. شو يعني مامل بالعربية؟ ثدييات. هاي الثدييات وهاي سلالات أنواع أو الأنواع طيب يعني الممالك فيها فيرتبري فيها يعني فيها غير الهيومن. مين؟ لا فيها غير الهيومن بس هاي يعني هاي احنا اكيد مش هتحط كل شيء هون. اكيد الماميل فيها غير اكثر من الهيومن بس هل فيها هاي العلاقه جنس من؟ هل علاقه جنس من؟ مصطفى انستنس لا بحكي عن الهيومن والمامل. هاي اول شيء هاي صحيحه. في حد عنده اعتراض على هاي؟ طيب هاي في حد عنده اعتراض عليها؟ عصام مصطفى انستنس مش غلط بحط مصطفى اصلا فهاي انستنس من المصدر كمان. طيب هاي لا انستنس لا
لينا ليه؟ لأنه ما بنفع ال سبتايب نفسه يعني اثنين عندي سبتايب كلهم نفس ال قصدك ما بصيرش مالتيبل انهيرتنس انه هذول كانها تلقاها يعني ابوين مختلفين ماشي بس مش من هذا الباب افرض ما حلفنا هاي هل هيك بصير صحيح؟ يعني بغض النظر هل هاي صحيحة؟ في اشي اصح شو هو؟ مش فاهم ما ليس الثدييات هي الثدييات الثدييات طب وهاي هي خطا يعني حذفها من مره بس هو عمليا في علاقه بين بس مش بالبارك لو انه السلالات او الانواع وال والبشر هاي بتنحط فوق الماميلز تعرفون غلطكم؟ إنها هاي إنستانس أوف كمان. هاي إنستانس أوف. ما هي أنواع ولا؟ هاي حكوا عن هاي إنها إنستانس أوف بس حب حكوش عن هاي إنها إنستانس أوف. هلا بنفكر. How to distinguish between same different instances of a type يا أبي؟ ها؟ Two things are the same entity. Identify criteria. Identify يعني هذا سؤال. هلا بنحاول نفكر فيه. هلا هاي واحد. هاي واحد الثاني. يلا. الانجن بارت اوف ا كار. غلط هاي دكتور. ليش؟ هذه بارت اوف مش بارت اوف. انت جاوب دكتور. هو بارت اوف انت حكيت. هو جاوبت. طيب. غلط. لانها بارت اوف ا كار. صح. برضو غلط. كار لازم يكون ال إذا إنجن برضو كار برضو غلط. ليه؟ بس بالسلايد اللي بعده. هلا it is often difficult for beginners in ontology analysis to distinguish between part of and subclass of or subtype of. This is due to the fact that subclasses is analogous to subset and a subset of a set is part of it. يعني the difference between the parts of a set and the parts of its members. يعني مرة وين الconfusion أجا إنه الconfusion أصله جاي من وكأنه الفرق بين أجزاء المجموعة نفسها وأجزاء أفراد في المجموعة. هاي هون سبب الconfusion. يعني ممكن كثير ناس بحطوا هاي subtype. The essential properties of cars do not apply to engines. صح؟ طبعا انتوا جاوبتوا عليها. هاي part of. طيب. Engine subtype of car part. هل هاي كلام صحيح يا منى؟ الengine لينا. يعني بالعربي محرك منعرف انا عشان التسجيل بحكي بالعربي المحرك هو نوع من انواع اجزاء السياره او جزء سياره هو جزء سياره جزء انستانس هل هاي انستانس نو وين الغلط اللي كاتب فيه يلا وليد بشكل عام مش ككار بس يعني للفيكل ممكن تقول لباص لاي شيء مش شرط تكون لكاري ما في كمان جزء من الكار وبعدين حطيت انه الانجن منها يعني بارت او اس اي بس بدنا نعملها وبعدين كار بارت مش مجزئ السياره خلص مجزئ هون مش فاهم طب انا شو طب شو يعني المشكله في علاقه البارت اوف هاي يعني اعمل هاي بارت اوف لا لانه يعني الكار بارت مش يعني هاي مش بارت اوف هاي وفي مزبوط هي سبتايب بس في شيء ثاني غلط الكار بارت يا رنا والله بفكر
بيان المحاضره هاي فيري انترستينج يا بيان يلا ضرورة تكون غلط شو يكون صح؟ لا غلط. قال لنا ما يحضر لك معك أنواع المحرك. أنواع المحرك؟ يعني محرك سيارة. طيب. إيش كمان؟ ماشي. آه كربت كربت عبير. يعني قصدي ما حكينا إنه المحرك هو يعني مش كل المحركات اللي في الدنيا هي بارت أوف كار. يعني مش كل المحركات يا جماعة يعني كل إشي بسيط منها بنحطه في السيارات بس في إشي بنحطه وين؟ في المروحة في السفينة في ألعاب الأطفال يعني كار إنجين بتصير فهمت علي؟ فمثلا بدل ما أعملها هيك ممكن أعملها إيش؟ إنه الكار بارت نوعها ممكن يكون نوع نوعها ممكن يكون انجن او ويل او سيت او او بس لاحظوا هون ما قلتش انا لازم زي هذولك زي هذا السهل هون شو قلت بيتر بس برضو مش غلط هي اصلا مش غلط اه يعني مش انه هالشيء انك انطولوجي انها صح اه بس لما اوظفك عندي عشان تبدي له انطولوجي وتطلعي لي بشغله زي هيك بستخسر الراتب اللي اعطيتك اياه، عارف ليه؟ انا غلط مش لانه بالضبط زي ما انت قلتي يعني الغلط هون شكله مش غلط غلط بس غلط اه مش لا مش هيك يعني انت احكي لك يعني هيك لما نحط هيك يعني مش انه توفي سؤال بس خليه تكمل انا فاهم عليها يعني كسنتكس مش غلط سنتكس يا عمي زي هذول ولا منطق غلط سنتكس يعني منطق بس مش منطق كذا منطق واقعي كذا كان فيها خطا كذا منطق واقعي مش منطق ميكانيكي مش منطق ايوه مش آلي آلي مش منطق آلي يعني مش سنتكس دكتور احنا طالما نتكلم على الدومين تبع الكار يعني منطقي معروف انه الانجن هي الكار ولا لا؟ هلا لما تبني لي انطولوجي بتظبطش الا بس بهذا الدومين بس بشتريها يا عبيه؟ بصير اقول لك مش ريوزبل بس ما انت عاملها بس لهذا الدومين اي اي اه بس هلا بتاخذ قيمه احسن الانطولوجي اذا كانت تزبط في اكثر من دومين طيب خلينا نشوف يلا يا رنا طيب الاوشن ايش بدك شو العلاقه الاوشن سب تايب اوف ووتر لا مش مزبوط مش مزبوط؟ لا ليه؟ لانه الاوشن بتكون منه ووتر لينا ديا يعني ها مش سب تايب مش بس بتقولي اوشن از ووتر يعني انت هلا بتمشي بتعرف البلس تبعك بتقولي اوشن از ووتر ذات كذا كذا وتعرف الاوشن مش انه هو ووتر اه تفكريش بلس فكر هيك بشكل عام اوشن ووتر العكس يعني اها ايوه هلا لو جينا فكرنا فيها على فكره انتم بتفكيركم اعطيكم ميكانيزم كيف تفكروا فكروا بالانستنس دائما اسال حالكم طب شو الانستنس تبعت هاي عشان تعرف كيف تصنف عصام شو لازم تساوي؟ قول اوكي، شو الانستنسز تبعت هاي؟ كانوا العامة هو وشو الانستنسز تبعت هاي؟ لازم كل الانستنسز تهري يكون فوق طيب، شو الانستنسز تبعت ووتر؟ اوشن لا المطر وال لا اي شيء ووتر ان انستنس اوف ووتر از ان اماونت اوف ووتر ماء سخن بارد مثلا اي كمية ماء هي انستنس من ماء طيب شو انستنس تبعت الاوشن؟ هم المحيطات اسمها يعني بتختلف فعلاقة بينهم هي علاقة بارت اوف الووتر بارت اوف الووتر بارت اوف اوشن الووتر بارت اوف اوشن صح؟ ها؟ لا هلا سبسمشن والبوليسمي في مشكله ثانيه بتواجهوها مش عارف بس شكله فيش عندي عليها مثال فبالتالي ركزوا معي عشان تلقطوا الفكره هلا انا بقول تيبل والله تيبل طلعها قد ما انا زهقكم في التيبل المحاضرات تيبل
التابل علينا جاي سبتايب اوف فيرنيش انا موافقه طيب والتابل سبتايب اوف فيري برضه صح وين المشكله لينا ما عرفش في مشكلة. تو فاذرز. طيب. هاي وين وهاي وين؟ يا لينا. إذا ما عرفتيش عبير جاهزة بس حاولي. لا مش كثير بس. يلا لينا. يعني مزبوط يا عمي تيبل. مش معقول. سب تايب اوف فيرنشر صح. والتابل سب تايب اوف اري مظبوط بس في كنت اذا قالت هي سب تايب اوف اري مستحيل تكون سب تايب اوف لا امبلا مظبوط مظبوط ليه؟ هي صح ليه؟ اذا كانت سب تايب التابل التابل سب تايب اوف اري فيرنتش صح؟ بس مش اري بس مش اري قصدي كيف مش اري؟ والتابل جدول مظبوط جدول سب تايب اوف مش لما الكلمة بكذا أكثر من معنى لينا هاي الظاهرة شو بنسميها؟ لما الكلمة في اللغات لما الكلمة بكذا أكثر من معنى من كلها بوليسيمس ويرد صح؟ فالكونفيوجن المنازل شو سببه؟ اوه صح هاي مزبوط وهاي مزبوط بس يا عمي كلمة تابل واحد من معاني كلمة تابل بزبط هون واحد ثاني من معاني تابل بزبط هون لا خطأ بس هاي الخطأ من وين جاي؟ subsumption misused with blossoming انه وكانه لازم عندي تيبل واحد يعني تيبل داش واحد هاي فيرنيتشر وتيبل داش اثنين هاي فيرنيتشر هاي التيبل غير عن هاي التيبل فهمت علي؟ طيب وكانتري وبوليتيكال كانتري بوليتيكال انتيتي صح؟ وكانتري جيوغرافيكال اريا غلط؟ غلط؟ ها؟ هلا فهمت هاي؟ ولا لا؟ هلا انا لما قلت نعيد هاي هلا لما انا قلت انه تيبل سب تايب اوف فيرنتشر مظبوط مش مشكلة وتيبل سب تايب اوف اريا برضه مظبوط بس في غلط انه يعني وكأنه الطاولة هي مظبوط جنس الاعلى تبعها اثاث صح وجدول مظبوط هو جنسه مصفوفي بس وكانها هاي كلمه تيبل لها معنيين معنيين مختلفين صح ايش ما لها معنيين مختلفين واحد بالمعنى انها طاوله واحد بمعنى انها جدول هلا وكانه انا دائما خلطتهم في بعض وحطيت هاي واحد من هون واحد من هون على نفسها مش لازم اعمل هيك لازم وكاني قلت اعطيتها اسم ثاني او حطيتها تيبل داش واحد داش اثنين مثلا وتيبل داش اثنين هو اصلا هو يعني احنا لما نرسم زي هيك ومنحط ما هي بتجوز كل ما هي اري لها معاني وثاني انو معنى من معاني اري وانو معنى من معاني سب تايب فدائما هاي العلاقه السب تايب بتيجي بين الكونسبتس مش بين التيرمز فعشان مرات بنستعمل الكلمات في المابينج فمرات وكانه ذهننا بروح على واحد او على اثنين مع بعض هلا نفس الشيء كانتري هي مزبوط بوليتيكال يعني نقول فلسطين فلسطين شو بتعني؟ شو معنى كلمة فلسطين؟ دولة دولة شو يعني دولة؟ يعني عادة بالمناسبة كلمة دولة معناها منطقة الأرض حتى. لا كلمة الدولة عادة معناها الحكومة فلسطين قد تعني الحكومة بتاعت فلسطين قد تعني أرض الجغرافية
منطقة جغرافية معينة. منطقة جغرافية معينة. يعني ممكن نقول بلاد الشام منطقة جغرافية معينة. هل هي كنتري؟ لا. فبالتالي يعني مش إنه ترسم خط على دا على على الكرة الأرضية. هاي إلها معنى. أوكي ممكن نسميها فلسطين. بس إحنا كمان مخنا بيرمز لما نقول دولة بروح على الكيان السياسي القائم على هاي في داخل الدولة على هاي البوليتيكال. طيب هلا أنتوكلين نيجي على أنتوكلين helps you to evaluate اللي هي misuses of subsumption and inconsistent modeling choices provides a formal basis for why they are wrong. Focuses on taxonomy. بتركز على الأشياء التاكسونومية يعني. هلا كل اللي خدناه لحد هلا زي ما تبيش. بس ديروا بالكم يعني ما تخافوش إنه سلايدز مش سلايد كثير برضو. هلا أنتو consider general properties. نقول أبل. هلا هاي نسمي بالمناسبة نسميها بروبرتي. نحن مش بنسميها كلاس. أنتو كلين بسموها بروبرتي. الكلاس بسموه إيش؟ بروبرتي. هلا the property of being an apple. أي إشي إنه صفة إنه إيش؟ apple. إنه apple أو صفة إنه table أو صفة إنه person أو صفة إنه red. نقول الأحمر. فأي شيء صفة إنه أحمر. A class is then the set of entities that accept a property in a possible world. طيب anyway. هلا نيجي ندرس فهمتوا شو البروبرتي؟ البروبرتي اللي نسميها إحنا concept. هلا في أربع صفات بنسميها ميتا بروبرتيز ندرسها اليوم بشكل بنحاول نبسطها مساحة فلسفية بس ندرسها بشكل مليح. شو يعني ميتا بروبرتي؟ شو يعني ميتا بروبرتي يا رنا؟ كلمة معنى ميتا إنه إشي عن إشي يعني معلومات عن معلومات فهي بروبرتيز عن بروبرتيز يعني صفات الصفات. كيف يعني؟ داتا عن داتا. هي صفات الصفات. بروبرتي هون مش سك هو بروبرتي هون مقصود فيها زي الكونسيبت يعني. كونسيبت عن يعني كونسيبت لا كونسيبت. يعني اللي بدنا نسمي الميتا ما وراء ما ورائية المفهوم أو الكونسيبت. فبدنا في أربع شغلات بدنا نعرفها. في شيء بنسميه الإسنس. ها؟ إسنس يعني شو إسنس؟ الجوهر أو الماهية الجوهر. وفي بعدين عندنا الريجيديتي اللي هي صفة اللزومية. هل الإشي ملازم ولا مش ملازم؟ وفي عندنا الأيدينتيتي الهوية. أنا بكده فسيرة ذاتية بس الهوية معروف بالكلمة الهوية. وفي عندنا اليونيتي وإلى الأشياء اليونيتي يعني وحدة الأشياء أو هوية الأشياء أو لزومية الأشياء أو جوهر الأشياء. Associating meta properties with the properties يعني لما إحنا نكون نيجي إلى concept أو نسميه property ونوصفه إنه هاي essence ولا rigid ولا identity بتساعدنا على إن نصنف مليح إنجاز التعبير. أوكي هلا وبناء عليه حنتعلم إنه ممكن نعمل rules بعد شوي. هل صفة الجوهر وانت منقول عن هل الانسان يعني كلكم كيف صفة الجوهر صفة الجوهر نقول هي essential يعني a class is essential أو property is essential to an entity entity يعني المصادر if it must hold for it يعني أنا كمين إنسان صح؟ تقولي إنسان مفهوم إنسان تقولي هل صفة الإنسانية صفة ملزمة لجميع أفراده ولا لا؟ يعني تكون الصفة جوهرية لكينون ما إذا كانت إجبارية. يعني هاتوا نضرب مثال يعني إذا شلت هاي الصفة أو البروبرتي خلاص فقد الإشي معنى فقد الشيء فنا ما معنى زي؟ إنسان إنسان كل أفراد إنسان يعني كونهم إنسان هي صفة جوهرية لهم هي صفة جوهرية يعني من كوخ الإنسان بيرسون
أو هيومن، خلينا هيومن. هلا لما نرسم هيومن كل كينوني فيها تنتمي لهذا المفهوم، كل انستنس لهذا البروبرتي أو لهذا الكونسيبت كلاس، ومجبر إنه يكون عنده صفة الهيومن في طول تاريخ حياته، وإذا راحت فقد الشيء كل معناه. فالإسنس هي تكون الصفة جوهرية للكينوني إذا كانت إجبارية. هل تكون الصفة غير جوهرية للكينوني؟ وين الصفة تكون غير جوهرية؟ إذا كانت عرضية، يعني إيش؟ لوقت معين أو ليس طوال الوقت. يعني لما نقول طالب ليه؟ لأنه كل إنستانس، كل إنستانس في داخل ينتمي إلى المجموعة طالب ممكن تنتفع عنه صفة إنه طالب، صح ولا لا؟ نفسه بتخرج. هلا إذا بما إنه ممكن، طبعا بضل موجود هذا الإنستانس، بس بتروح عنه صفته من طالب، وبالتالي معنى آخر بيقدر يخسر يا ديام، بيقدر يخسر إيش؟ بيقدر يخسر إنه كونه طالب، وبالتالي بنسمي هاي الصفة عرضي وغير جوهري. ليه؟ الريجيديتي إلها علاقة. هلا شو الإشي بنقول الصفة ريجيد؟ تكون الصفة لازمة، لازمة، ترى ما نحكيش على الجوهر هون، بس لازم إذا كانت جوهرية، بس لمين؟ لجميع حامليها. يعني لما بتكون الصفة جوهرية لجميع حامليها، شو يعني لجميع حامليها؟ يعني ما فيش ولا إنستنس، يعني عندي باخذ كل الممبرز، كل المصدق لإنسان، وبقول هل في واحد منهم ممكن يخسر هاي الصفة؟ إذا 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 لا معناته هاي الصفة رجل، بس إذا بعضهم بيقدر يخسر هاي الصفة بصير شيء ثاني، بتبطل رجل. ممكن 99% منهم. طب هي بتبطل جوهرية. لا لا لا، جوهرية شيء ثاني، ما حكيش على الجوهرية، حكي على الرجل. ماشي، إذا كانت مش لازمة. هلا بتشوفي، هلا بعطيك مثال. يعني إحنا قصدنا هيك، أنت التعريف كان اللازمة إذا كانت جوهرية لجميع حامليها. الجوهرية حكينا بتكون الجوهرية إلا إذا كانت برضو نفس الإشي ملازمة. لا يعني بتكون أنا بحكيش لجميع حامليها، هنا ما لناش علاقة بجميع حامليها، إحنا حكينا عن الصفة كصفة. ولا لمين بدها تكون إجبارية دكتور؟ طيب ولا لمين بدها تكون جوهرية؟ معناها إذا مش لجميع حامليها، يعني بتكون جوهرية، يعني كونك طالب هاي مش صفة جوهرية للي حامله، صح؟ لا أنا قصدي أنت تكون الجوهرية هي صفة بتكون إجبارية، بس إجبارية، بس هاي الجوهرية. طب إجبارية لمين؟ فعلاً إجبارية لبعضهم ولا بعضهم؟ لا لا بطل جوهرية. شو طلب؟ اسألوا هذا السؤال بعد ما خلص هذا السؤال. طب أوكي. هلا للرجل بنقول الإنسان هي صفة رجل، هاي الإنسان هي صفة ريجيد لازم. ليه؟ لأن من يحمل هذه الصفة لا يمكنه التخلي عنها في أي وقت أو ظرف. هلا الأنتي ريجيد إن صار فيها تكون صفة غير لازمة إذا لم تكن جوهرية لجميع حامليها، يعني لبعض حامليها ممكن سوري ولا لواحد من حامليها، ولا واحد من حامليها ممكن، يعني ممكن تكون عنده هاي الصفة. جوهرية ولا لواحد، هيك؟ ممنوع تكون جوهرية ولا لواحد، صح. مثل صفة طالب، هل في طالب واحد ممكن الصفة تبقى؟ هل في طالب واحد، هيك سؤال، هل في طالب واحد ممكن تكون له هاي الصفة جوهرية؟ يعني مش شرط عندنا 100 طالب، هل في واحد منهم بتكون جوهرية له؟ لا. بالتالي بنسميها أنتي ريجيد. هلا وين بنسميها السيمي ريجيد؟ إذا بعض الحالات لبعض حامليها لبعض حامليها لا. مثل يعني تكون الصفة شبه لازمة إذا كانت جوهرية لبعض حامليها، مثل صفة قاسي.
بجي بسيارة وبدي أحمل كل الأشياء الكاسية. كيف يا منى؟ الكاسية لبعض حامليها ممكن تجيبي لي ممكن تجيبي لي مثال على شيء إنه صفته الجوهر يعني صفة إنه جو إنه قاسي بتكون صفة لازمة؟ لا مش زي المقاسي صفة لازمة الحجر أو المطرقة يعني منقول أعطيني كل الأشياء الكاسية فبتروح تحطي في السيارة هلا بتحطي المطرقة هلا في مطرقة مش قاسية؟ لا بالتالي صفة القساوي للمطرقة رجل ولكن بتحطي كمان سفنج بالسيارة لأنه كاسي طب هل سفنج كل سفنج كاسي؟ لا فبالتالي لبعض حامليها يعني سوري لبعض الأمثلة ممكن ولبعضها لا إذا كانت هيك وهيك شو بنسميها؟ سيميلر هلا each concept in an ontology should be labeled لما تبني الانتولوجي تبعتك لما تبني الانتولوجي تبعتك بتعلمها زائد شو يعني ناقص شو يعني وهاي سيمي ريجيد هاي شي هاي عارف هاي تقريبا هلا we will see later بعد شوي بدنا نشوف انه ذيس ميتا بروبريتيز هذول الميتا بروبريتيز ساعدونا على اساس انه يعني كان بي يوز تو تشيك ذا اونتولوجيكال كونسيستنسي منهم نقدر نحسب انه هل هاي نحطها سبتايب ولا ما نحطهاش سبتايب بمعنى اخر اذا علاقه السبتايب بس مسموح لها تكون بين ريجيد وريجيد ممنوع اذا واحد منهم مش سيمي ريجيد او انتي ريجيد بطل طوال تحطش ايش يعني انا مثلا كيف ممكن اصلح الانتولوجي اللي بتعملها بيان باجي بتطلع هي حاطه سب تايب باجي بشوف ايش او حاطه باكيها بكلها لا هذا الانتولوجي يعني هاي الكلاسيفيكيشن تبعك غلط بقول لا هذا موضوع سبجكتيف بقول لك لا هاي انتي ريجيد انت عملتيها سب تايب من شيء ريجيد يعني مزبوطش خذوا لي يلا يا رنا ايش هي يا تايم انترفال سب تايب مين من تايم ديريشن رنا غلط ليه مش سب تايب ليه مش سب تايب دولة هون الايدنتيتي هاي هلا احنا قبل ما نشرح شو يعني ايدنتيتي ما نقول انه كل تايم انترفال لها تايم ديريشن بمعنى شو يعني تايم انترفال هي الفتره الزمنيه يعني حصتنا هاي مدتها 3 ساعات المده اللي قلناها 3 ساعات هاي هي معناتها تايم ديريشن عشان قبل شوي صار في لبس في الموضوع خلينا نقول الهويه هي عمليه التفكير بالشروط التي تجعل الشيء ذاته من تفكيرنا بالشروط اللي بتخلي الشيء ذاته تساعدنا على التمييز بين الاشياء هلا زي ما فكرت رنا يعني what is the difference between هذا المثال ايوه هات نسال حنا شو الفرق بين تايم ديوريشن وتايم انترفال طيب لو جينا كلنا اعطيني انستانس يا عصام لا على تايم ديوريشن وقت المحاضره اعطيني 3 ساعات 3 ساعات الديوريشن من ساعة كذا لساعة كذا غلط هاي انترفال لا لا دي هيك انا كنت فكر فيها منيح يلا